اكيد حتشتغل لصالح المواطن، لانه فواتير الكهرباء الشهر هذا اجت عاليه كثير وضرونا فيها يعني بصراحه. وانا فاتوره الكهرباء يعني انها اكثر تركيز عليها، انه اجتنا بالاشهر اللي فاتت اسعارها عاديه، اما الشهر هذا اجتنا اسعارها عاليه كثير يعني، يعني فوق ما بنتصور انه سعرها يجي بالثمانينات والخمسينات. وان شاء الله انها تشتغل من صالح المواطن يعني ما تكون ضر المواطن. مجرد تغطية، لانه مش اول مره بيعملوها يعني، والفواتير الكل بيشكي منها عادي، فما اتوقع يكون في نتيجه منها يعني. هذول بيشتغلوا لمصلحه جيابهم، وين في رزق لهم بدبوا عليها يعني. هسه هم بدهم يشتغلوا بس مش عشان مصلحه المواطن، مستحيل هذا الاشي يسووه. شو بدهم في المواطن؟ اكيد ان شاء الله في مصداقيه، اكيد يعني حكومتنا دائما صادقه في كل شيء، فاكيد راح يكون في مصداقيه ان شاء الله. متفائلين خير ان شاء الله. لا اكيد بالمية مية 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 بتحكي لك للمواطن، بس والله هي عاليه اسعار الكهرباء عاليه، بس يعني ان شاء الله نتامل تكون الحكومه جاده بهالموضوع. والله طبعا هي لجنه بتعتمد هيئه حكوميه ولا من القطاع الخاص والعام يعني، طبعا هي المفروض مشان المفروض انها تشتغل لصالح المواطن يعني، ولا يعني تفرق الثقه فيها. وانا يعني بتامل انهم يساعدوا المواطن، واحنا دائما كل شيء بصف المواطن، هذا المفروض اللي يكون يعني، اما ان كان غير هيك بكون في خلل. انا اتوقع الحاكم والجلاد في الاردن واحد. ليش؟ لانه اللجنه راح تكون من رحم الحكومه، والحكومه راح تكون هي احن على الكهرباء منا. الكهرباء هي شركه وطنيه وعائداتها تعود للاردن وتشغيل ابناء الاردن والى اخره، بس الظلم اللي بنشوفه هذا حرام. يعني لمتى هذا الاستهتار في هالشعب؟ يا اخي عالجونا، اطلع ناطق باسم الحكومه وقول 1 2 3 الخطا صار، كل انسان بخطئ وخير الخطائين توابين. مره في الحياه اقول الحكومه احنا خطانا في حق الشعب، وخلينا نصلح من خطانا. يعني الحكومه مع المواطن مش ضد المواطن، والكهرباء رايحين يعملوا دراسه لها وبشوفوا فرق السعر وشوفوا انه صحيح ولا لا. انا بتوقع انه الاستهلاك زاد، بس هاي هي، وحكومتنا مع المواطن مش ضد المواطن يعني.